هو انت متهببي يا طنط؟ اسف قصدي يعني بتنيلي يا طنط. يا ابني انا ما بعرفش ادور على حاجه في الكركب، لازم اوضب الاول وبعدين الاقي اللي انا عايزاه. هو طول عمره كده كان يكركب الدنيا ويحتاس، اجي انا اطلع الحاجه اللي انا عايزاها. يلا بقى استني كده عشان ان شاء الله نلاقي حل اللغز ونخرج من هنا. بقول لك ايه يا انسه، هو مفيش حاجه في هدومك؟ يعني ايه مفيش حاجه في هدومي؟ قصدي يعني دورتي كده على لغز كده ولا كده؟ ايه ده حطه ازاي ده؟ انت كنت نايمه عادي يعني. اهو يا جماعه، اهو يا جماعه تعالوا. يا سلام نحنح قوي الولد، صبور قوي يا جمل والصبر اخره لفين؟ امر غريب يا جمل قوي وضعيف الاثنين، ازاي تخاف من البشر وانت الاسود هيباك؟ حافظ على باسوردك لحسن في يوم تتهاك.